بروفيسور شاكيب، عندنا 22 مليون ونصف تقريبا هما اللي ملقحين واخدين الجرعتين معا، واش هذا يعطينا يعني حماية كافية للشتاء كلها؟ وحنا نعرفوا بأن أوروبا الآن كل شيء طالع الإصابات فيه، كاين عدد الإصابات، كاين وفيات أيضا في أوروبا الشرقية بشكل أكبر، والجزائر مدير باستور يتكلم على موجة رابعة منذ عدة أسابيع تتحرك فيها. ألوغ ما غاديش يعطينا واحد حماية كافية، وخصنا نفرقوا هنا ما بين جوج المسائل. أولا ما غاديش يعطي حماية كافية للناس اللي داروا غير جوج الجرعات وعندهم إما أكثر من 65 سنة أو لا عندهم أمراض مزمنة وعندهم لقاح ديالهم فات 6 شهور، فهادو ما محميش، لأن غادي يقدروا يقولوا بأن ذاك اللقاح اللي داروا حماهم لمدة 6 شهور 7 شهور 8 شهور، ولكن دابا راه ما كيحميهمش من الحالات الحرجة. هذه واحد الفئة اللي خاصها ناخذها بعين الاعتبار، وخاصها دير هذيك الجرعة الثالثة ديالها لأن المناعة ديالها نقصت بزاف. ثانيا بالنسبة للشباب، لأن المشكل اللي عندنا اليوم هو الشباب اللي عندهم أقل من 35 سنة، وللأسف النصف فيهم ما ملقحش، فهاد الشباب ربما غادي يبقاو بهذيك الفكرة اللي فعلا حنا قلناها، لأن العلم كيتطور وما كناش عارفين المسائل اللي بانت دابا. قلنا في الأول بأن هذوك الشباب ما كيديروش حالات حرجة، بالفعل هما كيديروا حالات، ما كيديروش حالات حرجة أقل يعني بالنسبة للناس المسنين، ولكن اللي ظهر لنا دابا بأنهم كيديروا حالات ما يسمى بعد الكوفيد، وهذا هو عنده واحد الخطورة كبيرة. هذا هو اللي سميته يعني كوفيد الطويل. تماما هو الكوفيد الطويل، واخا يدير الإنسان واحد الكوفيد غير خفيف، بعض الناس كيبقى عندهم مشاكل في التذكير مثلا، في التركيز، في لا ميموار، يعني في كيفاش كيفكروا، كيفاش بزاف الحوايج من غير هذه، الا ما كانش واحد المسائل اكثر يعني بالنسبه للعضلات ديالهم او للمفاصل ديالهم او لظهور امراض اخرى من بعد هذه الحاله ديال الكوفيد، كما قلت كيف ما يسمى بالكوفيد الطويل.